صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا في واحد الجوله صباحيه في هذا الباركو الزوين، وميمتو غادي نديروا واحد الفيديو على كيفاش تجي لايطاليا عن طريق الفيزا ميديكال. يعني لا عندك شي واحد مريض في المغرب وما كرهتيش يجي الدواء هنا فابور في المستشفيات الايطاليه، تبع هاد لا فيديو هادي وان شاء الله غادي تستافد. كل واحد فينا ضروري كتكون عنده في العائله ديالو او المعارف ديالو ناس يعني مرض، الله يجيب الشفاء للجميع، بامراض يعني صعصات على الطب في المغرب. وكما كنعرفوا كاملين بان الطب في المغرب غالي بزاف ومكلف، يعني تقدر تبيع اللي قدامك واللي موراك يعني وما تقدرش تكفي هذاك الثمن ديال العلاج. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش ممكن تجيبوا الناس اللي عزازين عليكم اللي مرض وتقدروا تداويهم هنايا في المستشفيات الايطاليه العموميه فابور بلا ما تخلصوا حتى شي ريال. وهذا الشيء اللي كنقول لكم راه مضمون 100%، وانا جربته شخصيا يعني في هذه القناه كامله كنحاول ندير لكم شي حاجات اللي انا جربتهم شخصيا يعني عن تجربه، والحمد لله نجحت فيهم. نجحت باش نجيب يعني باش نصوب الوريقات للام ديالي الله يرحمها. كنتمنى كلكم تدعوا ليها بالرحمه في هذا الفيديو هذا. يعني مسكينه كان عندها مرض ديال السرطان، يعني وجربنا كل شيء في المغرب، وكما قلنا المغرب العلاج مكلف بزاف بزاف، فقلنا احسن طريقه انها تجي الدواء حدايا. فدفعنا واحد الفيزا ديال ميديكال، تبعنا الاجراءات كامله والحمد لله. يعني عيطوا علينا باش تاخذ هذيك الفيزا حيت وجدوا ليها الباسبور، وجد لها يعني الباسبور ديالها والفيزا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، يعني ماتت في نفس السيمانه اللي كانت غادي تجي فيها. الله يرحم جميع اموات المسلمين. ويعني وهذا الشيء اللي كيحفزني كنقول علاش لا ما نعاونش ناس باش يجيبوا والديهم، ويعني الا قدرنا نعتقوا شي واحد ونتمنوا من الله يكتب لنا الاجر معكم. هذا الشيء ما كيخص غير مرضى السرطان، يعني حتى الله ينجينا وينجيكم، حتى مرضى القلب، يعني اللي عنده شي عمليه مستعصيه ديال القلب. وكنعرفوا بان هذا يعني التخصص في المغرب غالي غالي بزاف والعمليات مكلفه جدا جدا، فداك الشيء علاش بغيت ندير معكم هذا لا فيديو هذه. ما ربانا شي واحد يعني يكون عنده شي واحد من العائله ديالو يقدر يعتقو ويجيبو يدا وحده. المهم نبداو في الاجراءات. اهم حاجه كيخصنا نوفروا هي الوراق ديال السبيطار ديال المغرب، حيت اكيد اي واحد كيكون مريض اكيد غادي يكون دخل السبيطار في المغرب حاول باش يداوى. داروا ليه يعني تحاليل، داروا ليه سكانيرات، هذاك الدوسي كامل مهم بزاف. يعني الا قدرتوا باش تجيبوه من الاداره ديال المستشفى اللي كان كيداو فيه هذاك المريض راه مزيان. غالبا ما كيبغيوش يعطيوه، ولكن المهم المغرب راه عرفتي يعني ممكن الانسان يتدخل، ممكن تبقى شي واحد ياخذ لك من الارشيف البيلون ديال هذاك الانسان. في الحاله ديالي اختاريت السبيطار اللي كاين في ميلانو، الانستيتوتو اونكولوجيكو، يعني خاص بالسرطان وبامراض الدم. اختاريت هذا السبيطار هذا، اتصلت بهم، اتصلت وخديت من عندهم رونديفو الوالدة ديالي، شرحت لهم الحالة، قلت لهم بلي راها يعني جربنا كل شيء في المغرب، دارت الشيميو يعني ما خلينا ما درنا، ويعني حتى شي حاجة ما جابت نتيجة، وزيادة على أن داك الشيء مكلف بزاف في المستشفيات يعني الخاصة. فأعطوني هذا الرونديفو هذا، خديته، وبهذاك الرونديفو كيطلبوك باش تخلص واحد القدر ديال هذاك ديال ديك الفيزيتا اللي غيديروا ليها، يعني بحال دعوه بحال انفيتاسيون باش تجي تداوي هذاك الانسان في ايطاليا، وغيديروا ليه واحد الفيزيتا في الاول. فهذيك الفيزيتا غادي تخلص منها واحد البورسونتاج اللي هو تقريبا واحد
20% ديال هذيك الفيزيتا. يعني انا في الحاله ديالتي ديما غنهضر لكم على الحاله ديالتي كمثال. الحاله ديالتي كانت 200 اورو، خلصت منها تقريبا واحد 70 اورو. واحد طبيبه محلفه لدى القنصليه، راه معروفه الا مشيت وحده القنصليه ديال ايطاليا معروفه هذيك الطبيبه، ما بغيش نقول السميه ديالها دابا، ولكن يعني خاصه بالدواسه اللي كيكونوا في القنصليه. فهذيك السيده الدور ديالها انها كتعطيك واحد السيرتيفيكا. المهم ملي كنمشيو عند هذيك الطبيبه كنشرحوا ليها الحاله، كنحطوا ليها الدوسي كامل قدامها، هي كتشوف الدوسي وكتقول لكم يعني المسائل اللي خاصها الدار. غتقول لك اوكي هذا الانسان هذا يعني مادام جربته هنايا في المغرب ما لقيتوش يعني شي حل، من الاحسن تديوه. وكتصوب لك واحد الورقه سيرتيفيكا فيها هادشي كامل. غادي نقول لكم ان شاء الله القائمه ديال الوريقات بالضبط باش اللي بغى يقيدها ويوجد باش يجيب شي انسان مريض. كتوجد دوسي وكتدخل وكتدفعوه، وان شاء الله غادي يعيطوا عليكم وغادي يعطيكم هاد الفيزا هادي. حيت ملي كيتدخل يعني مستشفى ايطالي كيطلب باش يشوف هاد السيده هادي باش يداويها، المغرب يعني ما كيبقاش عنده بزاف طيب، يعني ما يعكسو. بالنسبه لمرضى السرطان كاينين جمعيات هنايا اللي كنت شفتهم نيت الوالده ديالي الله يرحمها، كاينين جمعيات اللي كيديروا على يعني اللي كيوقفوا مع الانسان المريض. ممكن يا اما يداوه في السبيطار، يا اما غادي تجيبو تجيبو ليه الماتيريال ديال السبيطار كامل باش يداوه في السبيطار. يعني الناموس ديال السبيطار كيشدو واحد البيت عندك في الدار كيعقدو وكيديرو لك فيه الناموسية ديال السبيطار، كيديرو لك واحد الانفيرميه راه كاتجي عندك في القناة ديالي باش نبقى كل مرة نحط لكم الجديد، وان شاء الله تستفدوا. خليتكم على خير، السلام عليكم وصباحكم مبروك.